ربع ساعة وتعرفون الوقت ثمين. أنا باخذ ما بلعب باخذ وبضيف لكم إن شاء الله أشياء تستفيدون منها بإذن الله. يسعدكم ربي في اللي بسويه معكم بإذن الله اللي هي مثل تقول فكرة سميتها أنا نسكافيه. نسكافيه يعني مثلا بيشاركوني في الفكرة هذه أربع أشخاص بينكم تتم فيها مسابقة خفيفة ثقافية. كل سؤال ها روح روح كل سؤال ينطرح في هذه المسابقة تستفيدون منها جميعا في ست عوالم في عالم الطب والأدب والجغرافيا والتاريخ والحيوانات والسير. فبسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. أول شيء نعطيكم إرشادات يا رجال يلا. أول شيء بعطيكم النقاط حقت المتسابقة. طبعا بعطيك سؤال الشخص الألف والشخص باء. إذا جاوبت على السؤال بدون اختيارات لك 15 درجة. كم مجموعة يا ضافر؟ عليكم السلام. كم مجموعة؟ صلاة النبي. ها؟ لا أنا أبغى المتسابق الأول هنا والمتسابق الثاني هنا لأني فضيت الكراسي هذه. عرفت؟ من هو؟ لا أنا بختار باقي لأن في أرقام في راسي تختار. ما شاء الله. عرفتوا؟ إذا جاوبت على السؤال بدون اختيار صارت إجابة صحيحة تاخذ 15 نقطة درجة. إذا جاوبت على السؤال طبعا بالاختيارات تاخذ 10 درجات. مثلا جاوبت انت بدون اختيارات جارت الاجابه خاطئه ننزل لك الاختيارات وجاوبت صح تاخذ 5 اختيارات درجات رجع. طبعا نختار العدد هنا كم 1 2 3 4 5 6 7 8 بحط رقمين في راسي كل واحد يختار رقم. يا سلام الرقمين اللي في راسي بيتبارون قدام. يا الله يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اخترت الارقام. يلا اختار 5 خمسة سبعة لا سبعة كثير صح؟ ايه طيب ثمانية راجع كم تقول رقم؟ تسعة طيب في رقمين ما قد اختيرت هي اللي في راسي وشو؟ والله 2 و6 2 و6 اثنين يلا عيد من جديد يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم من 1 إلى 8 ركز ها يلا خمسة لا تنفع راجع بسرعة 1 اجلس الله اكبر خمسة سبعة أربعة ثمانية تعال سلام يا هيثم الله يكبر الله يكبر روح هيثم امبريش امبريش حلق وغرق طريقه يا اخي بس ما اعرف طبعا اللي بيتبارون معي هنا اخونا عبد الكريم وهيثم نبدا في عالم السير عندي مين السؤال اللي عندنا كلنا في من 1 إلى 8 نبدا من اليمين من عندي اختار من رقم 1 إلى 8 5 نختار السؤال الخامس السؤال من قائد المسلمين في سرية القردة أو القردة؟ من قائد المسلمين في سرية القردة؟ هل عندك إجابة؟ قردة ولا قرد؟ القردة هذيك فزوة لا القردة سرية من قائد المسلمين في سرية القردة؟ ها؟ اختيارات ظافر تبغى تجاوب الحين ولا ننزل لك اختيارات؟ ظافر أنا ولا هيك مؤثرات يلا أوكي ها؟ اختيارات ننزل الاختيارات هل هو الصحابي الجليل علي بن ابي طالب زيد بن حارثه او القعقاع بن عمرو التميمي؟ القعقاع بن عمرو التميمي انثبت الاجابه ثبت الاجابه ثبت الاجابه والاجابه للاسف خطا الاجابه الصحيحه واستفيدوا من الاجابه هذه السؤال زيد بن حارثه قائد المسلمين في سريه الكرده زيد بن حارثه تفضل الكرده اختار يا هيثم رقم 1 الرقم 1 من هو الصحابي الجليل الذي بقى مريضا 30 عاما وما ضجر قط؟ الحمد لله. تعرف ولا نزل لك اختيارات؟ اتوقع اذا ما خاب طب هات الاختيارات. نزل اختيارات؟ هل هو الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري او سماك بن خرش ام عمران بن حصين؟ اتوقع يا ابو ذر يا عمران لكن الاجابه عمران بن حصين. عمران بن حصين والإجابة صحيحة ومثل ما قلنا ياخذ 10 درجات. الحمد لله. طيب اختار سؤال يا طبعا سماك بن خرش لقبه ايش؟ نعطيكم معلومة كنيته أبو ايش؟ عندك المعلومة أبو ايش؟ سألتك مرة قلت واحد اسمه عبد الله السيف وش يلقبونه؟ لقبه أبو دجانة. قصة أبو دجانة على السريع اتوقع يوم ربط الامام اعطاه النبي السيف حمراء حمراء وقال من ياخذ هذا السيف بحقه فقام اكثر من الصحابه لكن يوم وقف عبد الله ابو دجانه سماك ابو دجانه اي نعم طيب حلو اختار غير الارقام اللي اختارها انت واحد رقم واحد اختير اثنين من صاحب الهجرات الثلاث؟ هجرات الثلاث من هو؟ تجاوب ولا نزل لك اختيارات؟ الحبشه للمدينه
من صاحب الهجرات الثلاث؟ واحد هاجر الهجرات الثلاث. الحبشة مرتين والمدينة مرة. ايوه اتوقع علي بن ابي طالب، بس اعطي اختيارات. نزلك الاختيارات، هل هو الصحابي الجليل سلمة بن الاكوع ام عثمان بن عفان ام ابو موسى الاشعري؟ ابو موسى صدقني ابو موسى. ابو موسى الاشعري والاجابه صحيحه وتضاف اليها 10 درجات. طيب السؤال الاخير في عالم السيارة، اختار. ما في رقم 4 صح؟ رقم 4. تعال حلو. من كانت زوجة بلال بن رباح؟ خيارات. نزلك الاختيارات، هل هي نائلة بنت الفرافصة ام عمرة بنت مسعود ام هالة بنت عوف؟ نائلة. نائلة بنت الفرافصة، والإجابة خاطئة، هي هالة بنت عوف. هي هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جميعا. انتهينا من عالم السيرة النبوية ونتجه إلى عالم الأدب. الله أكبر، هذه لعبتي لعبتي الأدب لعبة. عاد أنت ذكر أنك شاعر. أنا شاعر. طيب اختار من 1 إلى 8. أنا شاعر. ها اختار من 1 إلى كم؟ إلى 8. عالم إيش هذا؟ عالم الأدب. الأدب يلا. 6. بسم الله الرحمن. رقم 6. طبعا في الادب ما هو لازم كله شعر مدري ايش، حتى يقول ما جمع كلمه موضوع لغويا. موضوع لغويا مو مواضيع. انا اعرفها. ما جمع كلمه موضوع لغويا. اعطيك الصوت طاق ولا تريريريري. نزلك اختيارات ولا بتجاوب؟ طيب مواضيع، موضوعات، مواضع. لا تلتفت في مخلد. ماني غشش كذا. هيا خذ لك مواضع. خطا. عطل انت. الاجابه صحيحه. مواضع. مواضع ايوه صحيح. مواضع شو اسمه؟ والله توي ادري المعلومه دي. ايش انا بعجيدها علي والله. طيب يلا اختار رقم يا هيثم. رقم 1. رقم 1، ماذا تعني كلمه الزعبل لغويا في الادب؟ زعبل سجن. الزعبل. لا نكلمهم ان شاء الله. عندك ولا عندك اختيارات؟ الاختيارات النمر، الخفاش، الافعى. ايش هي الكلمه؟ الزعبل. الزعبل. نعم الزعبل. الزعبل. النمر، الخفاش، الافعى. والاجابه هي النمر. النمر. لا هذه ناقه ذي. هذه ناقه. الاجابه هي الافعى. الافعى. طيب اختار رقم. ستة. رقم 6 اخترتها قبل شوي. 5. والله صوت. رقم 5، من اول من نظم اول مسرحيه شعريه باللغه العربيه؟ الله اكبر. قبل لا اجاوب نشكر اكوابي لصنع الصور على الاكواب. ايش الخيارات؟ الاختيارات خليل اليازجي نظيف. اللي يجي في اسفل الشريط اضغط هنا. خليل اليازجي نصيف اليازجي احمد شوقي. خليل اليازجي نصيف اليازجي احمد شوقي. ايش السؤال؟ السؤال من اول من نظم اول مسرحيه شعريه باللغه العربيه؟ احمد شوقي. احمد شوقي. والاجابه للاسف خاطئه، والاجابه صحيحه خليل اليازجي. والله ذا مدرك الاسئله كلها ما شاء الله. يلا اختار. 2. رقم 2. خليل. هو خليل اليازجي. خليل. اوكي. طيب رقم كم قلت؟ 2 صح؟ كم عدد اجزاء كتاب الحيوان للجاحظ؟ والله ما ادري. كم جزء؟ الحيوان؟ اي كتاب الحيوان للجاحظ. اعطيك اختيارات؟ بنص ساعة؟ 5. 5 اجزاء، 6 اجزاء، 7 اجزاء. والله هو شوف. ها على حسب. انا وصلت في الجزء الخامس تقريبا وباقي نسختين، فاتوقع انه السابع. الاجابه صحيحه، جزء 7 اجزاء. عجبني التمثيل. يا سلام يا سلام عليك يا ابو معير. يلا كيف تلعب؟ هذه امريكيه الشبه ولا تلعب ابو معير؟ تلعب امريكيه ولا سعوديه الشبه؟ والله ما ادري هذا نظامك ذا. ندخل عبد الكريم معنا. صراحه الجوله يا شباب. اسلم. الفائز ايش عندك؟ هذا نظام معنا. في ندخل في عالم الحيوانات. اختار من 1 إلى 8. ترى المهزوم يطلع برايم. 3. الرقم 3. الله يكفينا شراء البرايم. من هو ملك البحر؟ ملك ايش؟ ملك البحر. بتجاوب ولا نزلك اختيارات؟ انا شاك بالحوت بس اعطني اختيارات. سمك القرش اما الفك المفترس اما الحوت؟ سؤال ايش سؤال؟ ملك البحر. من هو ملك البحر؟ سمك القرش، الفك المفترس، الحوت. صح؟ الفك المفترس مو نفس القرش؟ لا. ايش به؟ يلا ديما اجاوب انا عادي ولا ما يدخل انا؟ لا هذه مسابقه. شوف هنا جاوب. مندفع اوفر. ملك البحر. أيوة. هو الحوت. الحوت والاجابه صحيحه وتضاف لك 10 درجات. يلا اختار رقم. 1.
رقم واحد كم عامل يعيش النصر؟ تدري وش مخلد؟ النصر؟ والله نسيت ما سأله بس هذا خيارات خيارات الخيارات 50 عام 100 عام 150 عام سؤال اوف للقرد هذه؟ ما تشوف اقرا شباب النسر اجابه صحيحه هنا اجابه غلط عندي اوكي اوكي 50 ولا 100 ولا 150 ايوه والله كثير 150 يلا وش السؤال شوف دائما الجواب المستبعد يكون صح 150 150 والاجابه خاطئه 100 100 سنه الاجابه صحيحه يعيش مركب مكينه ثانيه كم عام يعيش النصر 100 سنه دقيقه ايش الحيوان اللي 150 اكيد اللي هو السلحفه السلحفه طيب اطول واحد السلحفه